السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة مستر محمد، وإن شاء الله نشرح مع بعض Lesson 5 and 6، الدرس الخامس والسادس من كتاب الباهر 2025 للصف الأول الإعدادي. أوكي، معنا النهاردة بعض الكلمات. عندي كلمة إنجاز، Achievement Opponents خصوم أو منافسون، Opponents Victories انتصارات، Focus يركز أو تركيز، Champion بطل رياضي، Biographical Story قصة سيرة ذاتية. أوكي، Fill in the gaps with the word from the box، املأ الفراغات بكلمات من البوكس. عندي كلمة opponents منافسون، achievement إنجاز، champion بطل، focus يركز. هانا جودا became Egypt's youngest ever national champion، أصبحت أصغر بطلة قومية مصرية، هي champion. Our national team فريقنا القومي won the African Cup، فاز بكأس الأمم الأفريقية. What an achievement، يا له من إنجاز. Okay, number three. Speaking English well needs speed، تحدث الإنجليزية جيدا بيحتاج speed سرعة، and focus وتركيز. Hannah is still younger than many of her، هانا ما زالت أصغر من her opponents من أخصمها أو المتنافسون. عندي كلمات إضافية، عندي كلمة talent موهبة، improve يحسن، speed سرعة، national قومي، player لاعب، dream يحلم، qualities succeed ينجح، succeed achieve يحقق أو ينجز، connect يتصل، informal غير رسمي، ping pong كرة الطاولة، ranking تصنيف أو ترتيب، road طريق، however ومع ذلك. عندي هنا تصريفات الأفعال، become choose speak spoken feel يشعر felt okay. عندي prepositions حروف الجر، at the age of يعني في عمر، بيساوي كلمة aged يبلغ من العمر، in the end في النهاية، step by step خطوة بخطوة، in Arabic باللغة العربية. عندي هنا definitions التعريفات، تعريفات الكلمات، achievement إنجاز، a thing that someone has done very well، حاجة شخص عملها بطريقة كويسة جدا، opponents الأخصام أو المتنافسون، the people you play against in a competition، إن هي الناس اللي أنت بتلعب ضدها في المسابقة، يبقى against ضد، victories انتصارات، successes هي النجاحات، in competitions في الدورات أو المسابقات، focus يركز، giving special attention إنك تعطي انتباه خاص، to something you do لحاجة بتعملها، champion بطل، the person who wins the competition ده الشخص اللي بيفوز بالمسابقة. عندي collocations المتلازمات، work hard come true يتحقق، try hard يحاول بجد، win an award يفوز بجائزة. عندي هنا prefixes البوادئ والsuffixes اللواحق، prefix in و on as informal رسمي، informal غير رسمي، clear واضح، unclear غير واضح. suffix meant اللاحقة، meant بتحول للاسم، تكون الاسم من الفعل، زي achieve يحقق،
achievement إنجاز أو تحقيق. AL as a nation أمة national قومي. Important expressions تعبيرات هامة. Rising star نجم صاعد. Achieve victories يحقق انتصارات. Became clear أصبح واضحا. Since then منذ ذلك الوقت. Came top of احتلت صدارة أو تقدمت. عندي هنا abbreviations يعني اختصارات. ITTF means International Table Tennis Federation يعني الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. UN اختصار The United Nations الأمم المتحدة. شباب بلد مشروع مصري لإلحاق الشباب بسوق العمل. What an achievement يا له من إنجاز. The rest of vacation بقية الأجازة. طيب عندي هنا language notes الملاحظات اللغوية. So that لذلك أو لكي. They made the legs shorter خلوا الأرجل قصيرة. So that لذلك the table was lower الترابيزة تبقى منخفضة. Not only ليس فقط بعد كده فعل وفاعل. Not only is it possible مش بس ممكن to make your dreams انك تحقق أهدافك. But ولكن you can also enjoy the journey ولكن أيضا ممكن انك انت تستمتع بالرحلة. باس ينجح بالساوي سقصيد إن ينجح فيه. He passed the exams هو نجح في الإجزامز الامتحانات. He succeeded in the exams هو نجح في الامتحانات. Quite إلى حد ما. Quite هادئ. Okay. Quite دي إلى حد ما بنجيب بعدها صفة. He is quite tall هو إلى حد ما طويل. I learned quite a lot أنا تعلمت قليلا أو إلى حد ما كثيرا in summer vacation في أجازة الصيف. Quite هادئ. The new teacher المعلم الجديد is quite and friendly هادئ وودود. Could استطاع بالساوي was or were able to كان قادر على يعني مثلا لو أنا قلت We were able to play ping pong every day كنا قادرين إن إحنا نلعب لعبة تنس الطاولة كل يوم ممكن نحوش were able to ونحط كود عادي بالساوية في المعنى. Enjoy يستمتع بجيب بعدها يا اسم يا فعل مضاف له ing as in Hannah really enjoys practicing Hannah بتستمتع بالتدريب for long hours لساعات طويلة every day كل يوم. Hannah chose the correct answer. عمر دايما succeeds بينجح في امتحاناته لأن ما ينفعش أخذ باسز عشان عندي إن. Do you like هل تحب ال quiet الهدوء or noisy places الأماكن الهادية أو الأماكن المزعجة. He was to play tennis table tennis he was able to كان قادر أن هو يلعب table tennis تنس الطاولة. طيب تعال بقى نخش على تدريبات. هنا عندك تدريبات على lesson 5 and 6 choose the correct answer from A B, C, or D. Hannah's for the sport quickly become clear. Hannah's talent يعني موهبة هانه. لكن talent دي صفة معناها موهوب. يبقى هنا Hannah's talent موهبة هانه for the sport للرياضة quickly become clear أصبحت واضحة بسرعة. Number two. Hannah has year after year at table tennis. Hannah improved تحسنت. سنة بعد سنة في التيبل تنس في لعبة التنس لكن become يصبح achieved حقق studied ذكر. Number 3 Hannah's speed سرعة هنا and amazed the table tennis world أدهشت عالم تنس الطاولة. يبقى سرعتها and focus وتركيزها لكن topic فكرة رئيسية. Photo صورة. Sleep ينام. Number 4 Hannah became Egypt's youngest ever national champion أصبحت بطلة قومية أو أصغر بطلة قومية في مصر in 2019 لكن فارمر فلاح starter مبتدئ driver سائق. Number 5 Hannah a top award at the African Cup in Lagos يبقى 1 فازت ب
توب أوارد، جائزة أو أول جائزة في أفريكان كاب لاغوس، في كأس الأمم الأفريقية في لاغوس. لكن بلاي لعبت، جيند اكتسبت وزن، إرنيد يكسب ميل أو كسب ميل. نمبر 6، I won the cup، أنا فزت بالكأس. What an achievement، يا له من إنجاز. لكن opponent، خصم، تيبل، ترابيزة، كوتش، مدرب. نمبر 7، شباب بلد إذا بروجكت، شباب بلد ده مشروع، that helps the young، اللي بيساعد الشباب، in the world of work، إن هم يعملوا إيه؟ يتصلوا بعالم العمل، يبقى connected in the world of work. لكن take يأخذ، play يلعب، enjoy يستمتع. Number 8، Hannah Goda tried harder، Hannah Goda حاولت بجد to achieve her، إن هي تحقق her hobbies، هوايتها، sports رياضتها، victories انتصاراتها، inventions اختراعاتها. يبقى حاولت بجد إن هي تحقق her victories انتصاراتها. Number 9، هانا showed young people، هانا أوضحت للشباب that it's possible to make your dreams، إنه من الممكن أن تخلي أحلامك come true يعني تتحقق. لكن ويف يلوح، هاف يملك أو يتناول، play يلعب. Number 10، هانا جودا is an Egyptian rising star، هانا جودا هي نجم مصري صاعد. لكن ريز يربي، روز الماضي او أسارة او أشرقة، ريزينج طبعا ارتفاع. نمبر 11، everyone كل واحد كان ممكن great singers if they work hard، كل واحد ممكن يعمل ايه لو اشتغل بجد، يبقى ممكن achieve يحقق اشياء رائعة. لكن make يصنع، work يعمل، win يفوز. نمبر 12، don't let difficulties، لا تدع الصعوبات stop you، توقفك from achieving your، من تحقيق your dreams أحلامك. لكن stories قصص، groups مجموعات، drama الدراما أو تمثيل. Number 13، you can the journey even if the road is difficult، you can enjoy، ممكن تستمتع بالرحلة حتى لو الطريق صعب. لكن dislike يكره، hate يكره، disagree لا يوافق. Number 14، we use the prefix، بيستخدم البداية A to give the opposite، عشان أجيب عكس formal رسمي، أحط لها N تبقى informal غير رسمي. Number 15، Hannah came top of the ITTF، Hannah أصبحت أول أو الأول على الاتحاد الفدرالي لكرة التنس، under 15 women's world، في world rankings، في الترتيبات النسائية تحت عمر 15. اوكي، عندي هنا general exercises على lesson 5 و 6. طبعا انا مش معايا كتاب، عشان الكتاب لسه ما نزلش، ان شاء الله لما ينزل وبنحل نصوص الاستماع دي مع بعض، هنخش على choose the correct answer. A or an is a thing that someone has done very well، يعني هي حاجة حد عملها بطريقة كويسة، يبقى دي اسمها ايه؟ achievement، انجاز. لكن victory نصر، opponent خصم، champion بطل. طيب number 2، are the people you play against، هم الناس اللي انت بتلعب ضدهم في in a competition، في المسابقة، يبقى دول اسمهم المتنافسون او الاخصام، opponents. لكن players لاعبون، champions ابطال، victories انتصارات. number 3، means successes in competition، معناها النجاحات في المنافسة، يبقى انك تنجح يبقى اسمها victories انتصارات. لكن focus تركيز، achievement انجازات، opponents اخصام، يبقى الانتصار انك تنجح في مسابقة. number 4، اوكي number 4 means giving special attention، معناها تعطي تركيز خاص to something you do، لحاجة بتعملها، يبقى دي اسمها focus يعني انتباه أو تركيز. okay number 5، A is a person who wins a competition، يعني الشخص اللي بيفوز بالسباق، وطبعا اسمه champion بطل.
لكن فيت طبيب بيطري كوتش مدرب بيكر خباز. نمبر 6 هنا إذا جود تالنت رايزنج ستار، يعني هنا نجم موهوب صاعد لكن بلانت كوكب. يو ان إذا شورت فورم، يعني اليو ان دي هي شكل مختصر لكلمة يونايتد نيشنز الأمم المتحدة. نمبر 8 I always send، أنا دايما برسل A to my friend، ببعت له خطاب informal، خطاب A غير رسمي عشان هو صديقي ببعت له حاجة informal. نمبر 9 هانا جودا has qualities، هانا جودا لها صفات which help her، اللي ساعدتها which help her succeed، ساعدتها تنجح. لكن fail يفشل، fall يسقط، fail يشعر. نمبر 10 everyone can achieve great things، كل واحد ممكن يحقق اهداف رائعة if they work hard، لو عملوا بجد. طيب عندي هنا activities test on unit 1، أنشطة على unit 1. listen and show the correct answer، هنخش على سؤال المحادثة. complete the following dialogue، أكمل المحادثة الآتية. سلمى ومنى، هاي منى، I'd like to ask you some question، أنا عايز أسألك بعض الأسئلة. أقولها مثلا here you go، تفضلي. here you go، أو okay حسنا، أو ممكن أقول لها go ahead، تفضلي. أول سؤال قالت لها my favorite sport is table tennis، رياضتي المفضلة هي كرة التنس أو لعب التنس، يبقى ما هي رياضتك المفضلة؟ What's your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ قالت لها رياضتي المفضلة هي التيبل تنس. سأل سؤال تاني، قالت لها I play at in the club، بلعبها في النادي، يبقى أين تلعبيها؟ Where؟ بعد أداة الاستفهام بناخد فعل مساعد، الفعل هنا في المصدر يبقى الفعل المساعد do. Where do نحول I to you، Where do you play at، أين تلعبيها؟ أوكي. قالت لها How often do you play at، كم مرة بتلعبيها؟ مثلا بلعبها twice a week، مرتين في الأسبوع. سألت سؤال تاني، قالت لها Hannah Goda is my role model، يبقى who is your role model، من هو قدوتك؟ طبعا لها Hannah Goda. read and complete the text with the word from the following list، عندي كلمة تشوس الماضي من تشوس، اختاره تنس اللي هو التنس، ايجيبت مصر، champion بطل، started بدأ. Hannah Goda is an Egyptian table tennis، لاعبة تنس طاولة. She was born on 12th December 2007. Hannah became Egypt's youngest ever national champion، أصبحت البطلة الأولى الصغيرة في مصر. The United Nations، الأمم المتحدة، chose Hannah، اختارت Hannah to take part in شباب بلد، إنها تشارك في مشروع شباب بلد، a project، مشروع in Egypt، في مصر، to help young people، ليساعد الشباب، learn and connected in the world of work، ان هم يتواصلوا في عالم العمل. اوكي okay. عندي نص هنا، read the following passages and answer the question. when Hannah Goda first started playing table tennis، عندما بدأت هانا جودا في لعب التيبل تنس at the age of 4، في عمر الرابعة. Her talent for the sport quickly became clear، موهبتها للرياضة أصبحت واضحة. However، ومع ذلك، there was a problem، كان في مشكلة. هي المشكلة the table was too high، الترابيزة كانت عالية for her، عليها. Her هنا تعود على مين؟ على هانا جودا. What can we do، ممكن نعمل إيه؟ Her coaches، المدربين بتوعها، asked seeing how much she wanted to play، سألوا هي عايزة تلعب قد إيه. In the end، في النهاية، they made the legs of shorter so that the table was lower، عملوا رجل الترابيزة أصغر عشان كده الترابيزة أصبحت منخفضة. Since then، منذ ذلك الوقت، Hannah has improved year after year، اتحسنت سنة بعد سنة. And she amazed the table tennis world، وهي أدهشت عالم التنس الطاولة.
by her speed بسرعتها and focus وتركيزها. Born on 12 December 2007 اتولدت في 12 ديسمبر 2007 هانا بيكام ايجيبتس يانجست ايفر ناشونال شامبيون ان 2019. يعني عشان هي اتولدت في 12 ديسمبر 2007 اصبحت اصغر لاعبه مصريه قوميه او اصغر بطله مصريه قوميه. At the age of 12 عمره 12 just one year later بعدها بسنه she came top of the ITTF اصبحت القمة أو الأول في الـ ITTF اللي هو الاتحاد الفدرالي لكرة التنس Under 15 Women's World لعمر أو لنساء تحت الـ 15 The first African and Arab player to do so Then in 2022 she won a top award فازت بالجائزة الأولى at the ITTF African Cup in Lagos فازت ب الجائزة الأولى في الـ ITTF الاتحاد الفدرالي لكرة التنس في كأس أفريقيا اللاجوز. What an achievement يا له من إنجاز. The United Nations الأمم المتحدة chose هنا اختارت هنا to take part in شباب بلد عشان تشارك في شباب بلد a project in Egypt ده مشروع في مصر to help young عشان يساعد الشباب young يعني الشباب أو صغيرين learn and connect in the world of work يتعلموا ويشاركوا في عالم العمل. When did هانا جودة first start playing table tennis بدأت تلعب تنس امتى؟ تعال هنا شو at the age of 4 يبقى الإجابة هي at the age of 4 في عمر نعلم على الإجابة كده باللون الأحمر يبقى at the age of 4 في عمر الرابعة اوكي يبقى دي إجابة السؤال الأول. Question number 2 What does the underlying pronoun here refer to? Here تشير إلى مين؟ تشير طبعا إلى هانا جودة. What is شباب بلد؟ إيه هو شباب بلد ده؟ ده هنقول كده a project مشروع in Egypt to help young people learn and connect in the world of work. مشروع في مصر عشان الشباب إنها تتعلم وتتصل بسوق العمل. يبقى دي إجابة السؤال الثالث. هانا جودة was born in اتولدت في سنة كام؟ في 2007 طبعا يبقى هنا 2007 هانا جودة won a top award فازت بجائزة الجائزة الأولى at the ITTF African Cup in Lagos The opposite of the underlying word young عكس كلمة young young صغير عكسها old كبير أو عجوز Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة محمد صلاح is talented football player لاعب كرة قدم موهوب لكن terrible فظيع يعني حاجة وحشة tired متعب talent موهبة At the end of the summer في نهاية الصيف we took part in شاركنا في tournament في دورة أو بطولة لكن pollution تلوث workshop ورشة coach مدرب Number 3 Thanks to our شكرا ل our A we could win the match يعني thanks يعني بفضل مين المدرب بتاعنا our coach استطعنا أن نفوز بالمباراة لكن cook معناها طباخ butcher جزار doctor طبيب Number 4 Our underground tunnels in fact تحت الأرض and rooms وحجرات for burying the dead لدفن الدد الموتى يبقى دي اسمها catacombs اللي هي السراديب لكن كامبس معسكرات كومز اللي هو مشط الشعر طبعا بالجمع تمبلز معابد Number 5 هانا جودة is a table tennis player she is a great champion هي بطل رائع هانا جودة amazed is a table tennis world by her speed هانا جودة ادهشت عالم تنس الطاولة بهير سبيد بسرعتها and focus وتركيزها لكن كوز سبب فوتو صورة laziness كسل Number 7 All the people you play against in competition يعني الناس اللي بتلعب ضدها في المسابقة دول اسمهم الأبلنتس الأخصام Number 8 Two years ago من سنتين مضوا I working in a school يبقى I started عشان هنا أجو في الماضي يبقى I started بدأت العمل في مدرسة Number 9 Last summer الصيف الماضي طبعا كلمة دلت على الماضي I did something really fun عملت حاجة ممتعة Number 10 I to the cinema in the past في الماضي يبقى هنا I never went ليه
عشان ظروف التكرار قبل الفعل الأساسي. Complete with the correct form of the word in practice. Last summer, الصيف الماضي, يبقى هنا I wanted, الفعل فين في الماضي. What did he, هنا في did, يبقى الفعل في المصدر. What did he do last Saturday, ماذا فعل السبت الماضي. She was always, طبعا ظروف التكرار بعد فعل be, يعني بعد was were, tired in the evening. I teach some adults to read and write Arabic last year, العام الماضي, يبقى الفعل teach في الماضي, الماضي من teach ايه, taught. اوكي, عندي الازهر question, تمارين الازهر, سؤال الليسن, وعندي هنا complete the following dialogue. Where did you spend your last vacation, اين قضيت اجازتك الماضيه؟ قال له الكسندريا تحت, يبقى هنا قال له I went, انا ذهبت to, الى الكسندريا. سأله سؤال تاني, قال له because it has a lot of nice beaches, عشان فيها شواطئ جميلة, and big malls, ومولات كبيرة. يبقى why, لماذا؟ عشان هنا because, لأن why did you go to Alex, لماذا ذهبت إلى Alex. سأله سؤال تاني, قال له yes I visited the Alexandria library, يبقى هل زرت مكتبة الإسكندرية؟ طبعا هنا هعمل سؤال بهل, فالفعل في الماضي, يبقى الفعل المساعد did. Did you visit, هل زرت Alexandria library. Okay, choose the correct answer. Which do you do in summer, which activities, ايه الانشطة اللي بتعملها في الصيف. Number 2, our an is a place where people come together to pray, مكان الناس بتجتمع فيه عشان تصلي, يبقى ده التمبل, المعبد. Number 3, means the successes in competition, معناها النجاحات في المنافسة, يبقى دي الفيكتوريز, الانتصارات. Number 4, you help other people in the last summer vacation, يبقى هل ساعدت, did you help. طب ليه ما خدتش وير, عشان وير هنا ما تنفعش, عشان عندي فعل في المصدر, وعندي last summer vacation, اجازة الصيف الماضي, يبقى الفعل في الماضي, او بعمل سؤال بهل في الماضي. My grandma, جدتي, after me, يبقى always locked, دايما اهتمت بيا, لان ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي. طيب, rearrange the following sentence, رتب الجمل الاتية, هنرتب مع بعض, ما فيش مسافة نكتب, فهنكتب ارقام. طيب, how often did you leave your town, يعني كم مرة غادرت مدينتك. Number 1. Number 2, I wrote, أنا كتبت stories, قصص, using, باستخدام ال AI اللي هو Artificial Intelligence, الذكاء الاصطناعي. Number 3, there where, كان يوجد lots of boys, كثيرا من الأولاد, playing, يلعبون, in the club, في النادي. Number 4, last summer, الصيف الماضي, I really last summer, الصيف الماضي, I really did, عملت something fun, شيء ممتع. Number 5, did you do your homework, هل عملت واجبك yesterday, أمس. كده حلينا وشرحنا unit 1, الوحدة الأولى كاملة من كتاب الباهر للصف الأول الإعدادي. كان معكم مستر محمد شعبان, ولا تنسى الاشتراك في القناة علشان نكمل شرح من الكتاب إن شاء الله. أوكي.